دخلت الاحتجاجات المستمرة للشعب الإيراني ضد سياسات نظام الولي الفقيه أسبوعها الرابع، وصل اتساعا لرقعة الاحتجاجات لتطال أكثر من 80 محافظة ومدينة في مختلف أرجاء البلاد. ووثقت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية مقتل أكثر من 50 محتجا إيرانيا واعتقال حوالي 8000 من المحتجين الغاضبين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتدعو منظمات دولية نظام الولي الفقيه للإفراج الفوري عن المعتقلين وتنفيذ مطالب الشعب المشروعة ووقف استخدام العنف والرصاص الحي لمواجهة المظاهرات العارمة التي انتشرت في أرجاء البلاد. هذا ويطالب المتظاهرون بإسقاط نظام الولي الفقيه وتغيير سياسات البلاد ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء نظام ديمقراطي يكون فيه صوت الشعب مرجعا لسياسته الداخلية والخارجية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب السعودي عبد الله العلمي. سيد عبد الله، ما هي قراءتك للاحتجاجات المستمرة للشعب الإيراني ضد النظام والتي دخلت الآن أسبوعها الرابع؟ نعم، كما تفضلت، يعني إلى الآن إلى دخول الأسبوع الرابع مقتل 50 واعتقال أكثر من 8000 يعني إيراني في هذه الاحتجاجات. اليوم صباح اليوم الخميس في شمال إيران، تحديدا مدينة أمل الإيرانية، يعني المتظاهرون رددوا شعارات كالعادة مناوئة لنظام خامنئي. الحرس الثوري طبعا أخذ الجانب تغطية هذه الأخبار بأسلوب كاذب كالعادة، وقال أنه يعني انتهت هذه الاحتجاجات وتم وأد الفتنة، ولكن في حقيقة الأمر أن شمال إيران اليوم صباحا الخميس وبالتحديدا مدينة أمل في خراسان الشمالية، في غلستان، في ساري، في شهرود، وحتى في مشهد، يعني هناك مظاهرات ولن تهدأ هذه المظاهرات إلى أن تلبى يعني احتياجات الشعب، وهي غالبا احتياجات اقتصادية، ارتفاع أسعار الخبز، ارتفاع تضاعف أسعار اللحوم والخضروات، بالإضافة طبعا لمطالب الشعب بالقضاء على الفساد. طيب أستاذ عبد الله، الآن في ظل ممارسات النظام الإيراني وسياسة الاعتقال والتعذيب والقتل لمواجهة هذه الاحتجاجات في المدن الإيرانية المختلفة، في اعتقادك لأين سيقود هذا النهج القمعي للنظام الإيراني؟ هو سيستمر، لن يتوقف. في 2009 كما تتذكر أخي الكريم كانت أيضا هناك يعني احتجاجات ومظاهرات في أيام أحمد سعيد نجات، ولكنها توقفت لأسباب يعني كانت اقتصادية وكانت اعتراضا على تزوير الانتخابات. لكن هذه المرة أعتقد أنها ستستمر لأكثر، وخاصة تضارب الأخبار بالنسبة للمعلقين. يعني نحن نعرف الآن أن خامنئي قد تم إدخاله للمستشفى، هناك تغطية على هذا الخبر، هناك تضارب في الأخبار بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. وزير الداخلية عبد الرضا فضلي يقول شيء، ولكن حسين ذو الفقار مثلا نائبه يقول شيء آخر. في نفس الوقت قائد الجيش عبد الرحيم موسوي كما يعني فهمنا مؤخرا كان يهدد الولايات المتحدة، بين محمد باقري هو رئيس الأركان المسلحة ينفي كل هذا ويقول نحن نريد استخدام الأساليب الهادئة ولا يجب أن يعني نطلق النار على المتظاهرين. فهناك تضارب. إذن هناك تضارب في التصريحات الرسمية الإيرانية. عفوا، هناك تضارب واضح في التصريحات الرسمية الإيرانية. جدا جدا تضارب، وهذا التضارب يدلك على شيء واحد، وهو أن الوضع في إيران ككل غير مستتب. والآن طبعا أتوقع أن المجلس الشورى الإيراني أو المجالس الأخرى يعقدون ربما اجتماعات سرية لإيجاد خليفة للمرشد الأعلى. يعني هناك متحدثون باسم السلطة القضائية تدخلت، علي صالحي مثلا رئيس منظمة الطاقة الذرية يريد يعني قطعة من الكعكة كما يقولون، أنه هو الذي أدار الاتفاقية، اجتماعات الاتفاقية النووية.
بينما مثلا عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية أيضا لا تنسى أن له طموحات ويريد أن يصعد في سلم الرئاسة الإيرانية، فهذا كله سبب بلبلة في الشارع، إضافة للأحوال الاقتصادية المتردية، إضافة للأحوال الاجتماعية الهالكة جدا، أزمة البطالة، عدم وجود يعني عدد كافي من الوظائف لثلاثة وأربعة مليون خريج إيراني لا يجدون أعمال، هناك هجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فكل هذه العوامل ستؤدي بإيران إلى منزلق خطير يعني لا يحمد عقباه، ولا نعلم ما هو مصيره إلا أن نقول من الآن بئس المصير إن شاء الله. إذن من الرياض الكاتبة السعودية عبد الله العالمي، شكرا جزيلا لك.